ايه؟ انتي لسه زعلانة؟ ما فكرتش امبارح حالتي كانت شكلها ايه لما سبتني ومشيت؟ اصل امبارح وفاء بدأت تسأل شوية اسئلة كده زي ما تقول يعني فيها ريحة شك، فقلت يا خدها من قصرها واروح. ايه؟ ملهاش ثقة فيك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا الست لما بتسأل جوزها اسئلة زي دي تبقى حاجة من الاتنين، يا اما ملهاش ثقة فيه، يا اما بتلعب بديلها وبتقول خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم. وفاء عندها ثقة كبيرة فيا، وبعدين كمان ما هياش من النوع التاني. معرفش ليه مفيش راجل على وش الأرض يحب يصدق إن مراته ممكن تخونه مع راجل تاني. أوه. وبعدين بقى، أنت ما عندكيش يعني غير السيرة دي؟ شفت؟ أديك اتنرفزت. أنا مش متنرفز ولا حاجة، أنا اللي شكلي كده، بس يا ريت يبقى في موضوع تهيألي نتكلم فيه. كده أحسن. طب ودي؟ كده أفضل، ولو بالمرة بقى نعتبها يبقى أفضل وأفضل.